مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل الصابون الغسيل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، حاجة كده جميلة وتستحق التجربة بجد. من الزيت المستعمل هتعملي الصابون ده، الصابون الغسيل، بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وبخطوات بسيطة هتحصلي على أفضل نتيجة. الزيت ده مكلفناش أي حاجة غير 400 جرام بطاط بس، وكل حاجة استخدمناها موجودة في البيت. عملنا 20 قطعة، طبعا بدون تعب بدون مجهود، هتعمليه بسرعة. جميل جدا، موفر معاكي في الغلاء ده. قومي تشجعي وما ترميش بواقي الزيت بتاعتك المستخدمة، واعملي بيها اعادة تدوير ليها، وهتعملي بيها حاجات كتير ممكن انتي كنتي بترميها ومش بتستفادي منها، بتشتريها من بره. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. معانا هنا قشور الليمون انا محتفظة بيها في الفريزر زي ما انت شايفة كده متلجة. طبعا انتي لو حابة تعمليها بقشور اليوسف او قشور البرتقال فبراحتك خالص، اللي تحبيه هتستخدميه. زي ما انت شايفة كده هنزل عليها كده بالمية بالشكل ده، وهرفع الحلة بتاعتنا على النار. هنسيب قشور الليمون تستوي سوا كامل، عاوزينها تطبخ كده معانا، وبعد كده هنشوف بقى الخطوات بتاعتنا مع بعض. زي ما انت شايفة كده الليمون بدأ يغلي اهو، احنا عاوزينه يستوي سوا كامل، هنسيبه كمان شوية وبعد كده هنبتدي نجهز الوصفة بتاعتنا مع بعض. هنا بعد ما استوى معانا قشور الليمون بتاعتنا بالشكل ده هنبتدي نفرمها. بعد ما فرمنا القشور الليمون بتاعتنا بالشكل ده، فرمناها ناعم جدا جدا على قد ما تقدري، هتفرميه ناعم. هنسيب الخليط ده بتاعنا يبرد، وبعد ما يبرد احطه في الفريزر علشان يتلج معايا، علشان الوصفة بتاعتنا تكون سهلة علينا ونقدر نعملها. معانا هنا 3 اكواب من عصير الليمون زي ما انت شايفة انا حطيتهم في الفريزر وتلجوا معايا بالشكل ده، علشان لما ننزل بالبطاطس ما يطلعش ابخرة علينا ونتعب. يا ريت تكوني لابسه كمامه وتكوني واخده حذرك، تبعدي نفسك لما تيجي تحطي البطاطس او الصودا الكاويه. هنزل هنا على 3 كوبايات عصير ليمون، هنزل ب6 معالق من السكر. ومعلقتين ملح كبار. هنقلب المقادير دي الاول في بعض. احنا عاوزين السكر والملح يدوب مع الليمون كويس، علشان لما ننزل بالبطاطس ما يتحجرش معانا السكر. بعد ما قلبنا السكر كويس وداب معانا، اتاكدنا ان هو داب هو والملح كويس، هنبتدي ننزل ب400 جرام من البطاطس. ننزل ب200 جرام اهو الاول، وكمان معانا 200 جرام، وهنقلب البطاطس ده بالراحة. حاولي تاخدي حذرك منه، هيطلع أبخرة معاكي لو عندك حساسية، بلاش متعمليش الموضوع ده. هنقلب لحد ما يدوب معانا كويس. شايفة الأبخرة اللي بتطلع منه قد ايه؟ خلي بالك، هتقلبي بالراحة لحد ما يدوب، خلي بالك من ايديكي. علشان انا حطيت العصير الليمون متلج طلع ابخرة بسيطة مش جامدة، والحلة بتاعتي سخنت جامد رغم ان العصير الليمون متلج وسائع جدا جدا، ده دلالة على ان البطاطس بتاعنا شغال. لو البطاطس بتاعك مدابش ومطلعش سخونة وابخرة كده، اعرفي ان هو بايظ مش نضيف، ما تشتغليش ما تعمليش بيه، خسارة الوصفة بتاعتك. زي ما انت شايفة كده داب معانا حلو خالص اهو. زي ما انت شايفة كده بعد ما قلبناهم كويس، معانا هنا 3 لتر من الزيت. هننزل كده بالبطاطس والليمون، تحاولي تصفي الزيت بتاعك كويس علشان تاخدي لون حلو للصابون بتاعك.
هننزل عليهم كمان بمعلقتين جرسلي كبار علشان ينعموا ايديكي. البطاطس بتاعك ما يبقاش سخن على ايديكي، الجرسلين هيدي نعومه لايديكي. هنبتدي نقلب الخليط ده بالهاند بلندر عشان يتصبن معايا اسرع. طبعا لتعزيز الرغوة انا هنزل بكوباية بريل وصابون سايل يكون عالي الجودة علشان يزود الرغوة معاك. زي ما انت شايفة كده تصبن معايا اهو، تقل معايا جدا جدا. طبعا لو هتعملي العملية دي بايديك هتاخد وقت منك طويل. بعد ما تصبن معانا بالشكل ده هنجيب كرتونة هنفرش جواها كيس، هننزل الصابون بتاعنا كده، هنسوي الوش بتاعها كده، هنهزها كده عشان تتساوى معانا كويس. هنسيب الصابون بتاعنا يتصبن، وقبل ما ينشف هنبتدي نقطعه. مجرد ما هيتصبن هو وطري هنبتدي نقطعه مع بعض. وزي ما انت شايفة كده بعد مرور 3 ساعات اتصلب معانا اهو. طبعا هتبشريه لحد ما يتصلب معاكي علشان تعرفي تقطعيه. مجرد ما يتصلب معاكي قبل ما ينشف خالص لازم يبقى معاكي طري علشان تعرفي تقطعيه. هنقطعه مع بعض وهنشوف شكله. زي ما انت شايفة كده هنبتدي نقيس الصابون بتاعنا 30 سنتي في 27 سنتي الحجم بتاعها. هنبتدي نقطعها مع بعض كده. هنا بعد ما قطعناهم بالشكل ده زي ما انت شايفة، طبعا الشكل ده انت هتظبطيه في التقطيع بتاعك. زي ما انت شايفة اتصلبت معايا اهي، وبقيت قطعة صابون زي اللي بنشتريها من برة، مكلفتناش حاجة. هنبتدي نظبط الشكل بتاعه زي ما انت شايفة كده. العملية يا جماعة دي اختياري، ممكن انت ما تظبطيش الشكل بتاعها، ممكن تسيبيها على كده. انا علشان التصوير مش اكتر. طلع معاكي قطعة مربعة. الزوايا دي انا مش هرميها، الزوايا دي انا هعمل بيها معاكو صابون سايل. انا عملت الصابون السايل على القناة، انا هظبط الكمية كده ونشوفها مع بعض. هنسيبه ينشف خالص تماما، ليه لما نستخدمه احنا عاوزينه ينشف معانا يتحجر، ليه لما تبتدي تستخدميه. طبعا احنا هنسيب الكمية بتاعتنا تنشف، وبعد ما تنشف هنستخدمها. هتقعد معاكي حوالي يعني من شهر ل40 يوم. هجرب معاكو الصابون بتاعي وهنشوف قد ايه هو بيرغي، وجميل جدا. وزي ما انت شايفة كده هنبدأ نجرب الصابون بتاعنا قد ايه هو بيرغي وجميل جدا، ويستحق التجربة بجد. هتغسلي بيه جميع الاخراط، هتغسلي بيه البوتجاز، هتغسلي بيه الالومنيوم، هتغسلي بيه كل حاجة. بصراحة ساحر، بينظف وبيرغي حلو خالص. جربي الطريقة دي مش هتندمي. هنشوف كده مع بعض. هناخد قطعة صابون كده زي ما انت شايفة كده، والمية معانا اهي. الليفة بتاعتنا ما فيهاش اي مية، ما فيهاش اي رغاوي حاجة كده. هنشوفها مع بعض، هنشوف قد ايه هي حلوة خالص. عملناها من الزيت المستعمل، ما كلفتناش حاجة. بصي بص الرغوة قد ايه، الرغوة بتاعت الصابون حلوة خالص خالص. مش هتندمي لو جربت الطريقة دي، وآمن جدا على ايديكي. وبنظف معانا وبلمع وبشيل اي صفار في المواعين واي دهون او اي اوساخ كده متراكمة بيشيلها. جربي الطريقة دي مش هتندمي. شايفة شايفة قد ايه حلوة خالص. بصي بصي الكمية بتاعتك، يا دوب كده حطينا كمية بسيطة على الليفة بتاعتنا. شايفة الرغوة قد ايه ملت الطبق بتاعنا. جربي الطريقة دي مش هتندمي ابدا. لو عجبك الفيديو شير ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.